ايضا يوم الجمعه بعد بكره عندنا زي ما كنت بقول لزميلاتي الكريمات القمه العربيه الصينيه في الرياض. طيب مبدئيا دي القمه الاولى من نوعها وبمشاركه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. الرئيس الصيني البعض ينطقها شي جين بينج والبعض الاخر ينطقها زي جين بينج، طبقا للايكونومست بيقولوا زي. المهم يعني الرئيس الصيني وصل بالفعل للرياض علشان يحضر هذه القمه بالاضافه الى قمه الصين ومجلس التعاون الخليجي. الخارجيه الصينيه وضحت قالت القمه العربيه الصينيه نقطه فارقه في تاريخ العلاقات الثنائيه. نقطه فارقه إلى أي مدى ويعني إيه؟ تعالوا نسأل هذا السؤال يفتنا في ذلك دكتور حامد فارس المستشار السابق بجامعة الدول العربية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا وسيم بيت، عامل إيه؟ مع سيادتك أنا أكتر والله دايما بنتشرف. دكتور حامد أنا قلت يفتنا في ذلك دكتور حامد فارس، الصينيين بيقولوا دي نقطة فارقة في العلاقات الصينية العربية، يقصدوا ايه في تصورك في وجهة نظرك انها نقطة فارقة، وهي نقطة فارقة الى اي مدى؟ طبعا يعني انعقاد هذه القمة يمثل حدثا تاريخيا مهما بيعكس المستوى الرفيع اللي وصلت اليه العلاقات العربية الصينية، خاصة يا استاذ يوسف ان هذه القمة تم التصديق على عقدها من عامين في يوليو 2020، وده على هامش الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وبالتالي فهي بتعطي إشارة في اتجاه أن هناك رابط سياسية مشتركة على التعظيم وتعزيز العمل العربي الصيني على كافة المستويات سواء سياسيا اقتصاديا أمنيا، وهذا لم يأتي من فراغ ولكن نتيجة وجود طبعا أحداث دولية متشابكة ومعقدة على كافة المستويات، وأيضا بيعكس أهمية المنطقة العربية ومساعي الدول الكبرى للعمل على توطيد نفوذها وتواجدها في الشرق الأوسط، في ظل أن هذه المنطقة الآن أصبحت يعني مصدر تنافس حقيقي من قبل كل الدول الإقليمية، وأيضا بيعكس نقطة مهمة جدا وهي رشادة وثقة القيادة السياسية الخارجية، يعني في حكمة ورشد كبير من التعامل بحياد إيجابي مع كل الدول الدولية والعالمية، وهو ما انعكس بشكل كبير على أن يكون هناك زخما حقيقيا في كل الاتجاهات. شاهدنا القمة العربية الأمريكية في يوليو الماضي، والآن القمة العربية الصينية، وبعدها بأيام قليلة وفي ذات الشهر سنشهد القمة الأمريكية الأفريقية في منتصف هذا الشهر بإذن الله. وبالتالي يعني هذه الشراكات الإيجابية وهذا المفهوم الإيجابي وتعدد الرؤى يعني دون الانحياز للقوة على حساب قوة أخرى، وده بيظهر الاستفادة الكبيرة والتعامل بندية والعمل على تحقيق المصالح الاستراتيجية للمنطقة العربية دون أن يكون هناك انتقاص من حقوق المنطقة العربية في كافة الاتجاهات. طب دكتور حامد عندي سؤالين مش عارف هيبقى لهم ثالث ولا لا. السؤال الأول أنا أقول لحضرتك سؤالين مع بعض. السؤال الأول متعلق بأنه الصين ويمكن دول كتير في العالم بس هي من أبرزها الصين مش من بتوع التحالفات شراكات، يعني لازم يطلع الكل كسبان، وده بيختلف عن شكل التحالفات القديمة اللي كانت بتظهر في القرن العشرين مرورا بستينياته وحتى يمكن الألفينات. فالصين بتكرس لمفهوم الشراكات، ده واحد، وده يساوي إيه بالنسبة لنا في المنطقة العربية؟ شراكات ما بين الاقتصادات العربية والصين، شراكات ما بين السياسات العربية والصين وهكذا. طيب السؤال الثاني، هل كان من الممكن أن يحدث كل هذا الزخم العربي لو لم
يحدث ما حدث في مصر 2013-2014. يعني مصر عندما تخلصت من حكم الإخوان وبدأت في عمل منظومة كبرى لتهدئة الصراعات في المنطقة واستقرار الأنظمة السياسية في المنطقة ككل، هل كان من الممكن أن احنا نشوف هذه القمة الصينية العربية؟ هل كان من الممكن أن احنا نشوف القمة العربية الأمريكية اللي برضو كانت حاصلة قبل كده في المملكة العربية السعودية في جدة؟ هل كان من الوارد أصلا أن احنا نشهد هذه السيناريوهات؟ أنا من حلاوة السؤالين مش عارف أجاوب على أي سؤال الأول يا أستاذ يوسف. اللي تحبه ربنا يخليك. يعني دون أدنى مبالغة، أولا على صعيد مساهمة الصين في تعزيز الأوضاع في المنطقة العربية والعلاقات العربية الصينية، نجد أن هناك زخم جديد ظهر في العلاقات العربية الصينية، وأن هناك مستوى من الثقة السياسية المتبادلة. يعني ده ليس فقط كما أشرت بدافع أن يكون هناك علاقات، ولكن لابد أن تتحقق المنفعة المتبادلة لكل الدول، وده سهل انضمام الكثير من الدول العربية لمعظم مبادرات الصين سواء الإقليمية أو الدولية. فعلى سبيل المثال مثلا انضمت الدول العربية لمبادرة الحزام والطريق، وأيضا دعمت الدول العربية مبادرة التنمية العالمية وأيضا مبادرة الأمن العالمية اللي بتدعو إلى استبدال المواجهة بالحوار وأيضا الإقرار بالتشاور والتحالفات بالشراكات. يعني دي نقطة مهمة جدا، يعني استبدال التحالفات بالشراكات، ودي نقطة جوهرية. وبالتالي يعني هناك أيضا رغبة صينية روسية كما شاهدنا في الأيام القليلة الماضية، وتصريحات مهمة جدا عن رغبة روسيا والصين لانضمام مصر والسعودية لمجموعة البريكس باعتبارها قوة اقتصادية كبيرة ومهمة. تفتكر ده ممكن يحصل يا دكتور حامد، انضمام الصين وانضمام مصر والمملكة السعودية لبريكس ومعاهدة شنغهاي وما إلى ذلك، ولا لسه؟ ده مهم جدا، وبقول لحضرتك ان احنا لو شاهدنا التصريحات الأخيرة سواء من المسؤولين الصينيين او الروسيين بتؤكد على معنى واحد، ان هناك رغبة حقيقية من انضمام الكثير من الدول العربية. وشاهدنا في الأيام الأخيرة أن الجزائر تقدمت بطلب لمجموعة بريكس أيضا للانضمام إلى هذه المجموعة الهامة. وانضمام مصر ليس من موقف الضعف، ولكن من موقف القوة، باعتبار أن الدولة المصرية لديها تجربة رائدة وملهمة نجحت في تقديم الكثير والكثير على المستوى العالمي كقوة اقتصادية حقيقية، عززت بنيتها التحتية بشكل كبير، عززت بيئتها التشريعية والاستثمارية بشكل ضخم، وأصبحت مهيئة لأن تكون جزءا فاعلا من النظام الدولي وليس فقط العربي أو الإقليمي. هذه أيضا يعني هناك زخم كبير في كل اتجاه. فيما يخص إجابة السؤال الآخر وهو ثورة 30/6، بنقول بشكل قاطع أنه لولا ثورة 30/6 ونجاح القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي الذي حمل روحه على كفه لكي يحمي ليس فقط الدولة المصرية ولكن كل الدول العربية، وكيف نجحت ثورة 30/6 في إجهاض المخططات التي خططت ودبرت للمنطقة العربية في محاولة هدم الدولة الوطنية، وده اللي أشار إليه الرئيس السيسي في أكثر من محفل، ودلالة قاطعة على أن الدولة المصرية يعني وقيادتها السياسية دافعت وبكل استماتة عن استقرار المنطقة العربية. واللي بنشاهده الآن هو نتاج ما قامت به الدولة المصرية والشعب المصري باعتباره هو جزء أصيل في ثورة 30/6، لأنه لولا تحرك الشارع ضد جماعة الإخوان الإرهابية ما كانت القيادة السياسية وما كان الجيش قد تحرك تجاه هذه الجماعة الباغية. وبالتالي هناك ارتباط كبير جدا ما بين الدولة المصرية واستقرار الأوضاع في الخليج، وده اللي نتج عن توقيع آلية التشاور السياسي المصري الخليجي في يناير 2021، وحضر الوزير سامح شكري اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، وده اللي بيؤكد على عمق ومتانة العلاقات المصرية العربية. والآن تنتقل العلاقات العربية العربية إلى آفاق أرحب نحو أن تكون جزءا مهما في النظام الدولي. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور حامد، كل الشكر للدكتور حامد فارس المستشار السابق بجامعة الدول العربية.